بعد تجاربها في البطولة المطلقة، تحضر الفنانة المصرية رانيا يوسف في رمضان ببطولة ثلاثية مع خالد النبوي وإياد نصار في مسلسل سبع أرواح. وفي مسلسل أفراح القبة تخوض رانيا يوسف بطولة جماعية مع نجوم عدة، منهم جمال سليمان ومنى زكي وإياد نصار أيضا. رانيا يوسف كانت من ضمن الفنانات التي تم توجيه انتقادات لهن بسبب اتهامات باحتواء أدوارهن على مشاهد رقص، فضلا عن ألفاظ غير لائقة على حد وصف النقاد. بس ده ظلم، والله العظيم ظلم وما يرضيش حد. مين اللي قال؟ ما انا راضيه ومبسوطه اهو. يما ما نفسكيش في حته عيل يقول لك يا تيتا؟ لا يا اختي ما نفسيش، هفرح بعجز فوق عجزي. بس دي ممكن تبقى اخر فرصه هبقى فيها. فاشر، ده احنا نسوان عيلتنا بيقعدوا يخلفوا لغايه بعد الخمسين، وانتي لسه بدري عليكوا على الخمسين. والمصحف ظلم، والله العظيم ظلم. يعني ايه؟ كنت بتاخديه على قد عقلي. ومن القاهرة تنضم إلينا الفنانة المصرية رانيا يوسف. رانيا، بلغوني أنك أنت طول الوقت كنت جالسة على طيب خليني أرجع بس أنتقل معك إلى أعمالك، خليني يعني أعطوني بس شيء في إذني. فالآن أرحب فيك، عندك عملين في رمضان، سبع أرواح وأفراح القبة، أثاروا الكثير من الاهتمام والصدى. كيف قدرت توفقي بين عملين بهذا الحجم؟ طبعا البطولة يمكن مشاهدك أكثر في سبع أرواح. ده حقيقي، أنا في سبع أرواح بطلة في المسلسل، والأستاذ خالد النبوي والأستاذ إياد نصار أنا البطولة، يعني في حين أن أنا في أفراح القبة ضيفة شرف، مجرد 8 حلقات بس، دور ثانية، دور صغير لكن محوري جدا، لأنه إحنا بنشوف الباك جراوند او خلفيه المجتمع اللي طالعه منه تحيه، اللي هي الفنانه منى زكي. طبعا هم اللي عاملين، انا مبسوطه بيهم جدا. شخصيتين مختلفين خالص، ممتعين بالنسبه لي، الاثنين ممتعين جدا بالنسبه لي، خصوصا افراح القبه طبعا لانه مع الاستاذ محمد ياسين، وبالنسبه لي أستاذي وصديقي العزيز، يعني فأنا بستمتع بالشغل مع الحي. نعم رانيا، في أفراح القبة كمان تحديدا أثار كثير من الجدل مشهد الرقص اللي قمتي فيه، الناس اعتبروا أنه مو مناسب لرمضان وهذه الأمور، كيف بتردي على هذا الانتقاد؟ والله أنا تربيت على أفلام الأبيض والأسود اللي كانت فيها مدام سامية جمال ومدام تحية كاريوكا ونعمة مختار بيرقصوا ببدل رأس مفتوحة أكتر من اللي أنا كنت لبسها. بالعكس، أنا بدلة الرأس بتاعتي كان صدرها مقفول خالص متبطنة، وما تهيقليش أن احنا شفنا فيها أي عري خالص، بالعكس كانت أشبه بفستان سهرة. يمكن هو الاحتجاج أنه هو تلفزيون، مشهد تلفزيوني وفي رمضان، يعني سامية جمال وكذا. على فكرة احنا بنشوف أفلام الأبيض والأسود في التلفزيون، تمام؟ يعني احنا التلفزيون كان في بيوتنا واحنا صغيرين، وكنا بنشوف افلام الابيض واسود ومشاهد الرقص، وكان مشاهد رقص. انا مشاهدي مش مشاهد رقص على فكره، انا مشاهد دراما يتخللوا رقص، في فرق كبير. مشاهدي فيها دراما، فيها حدث بيحصل يتخللوا شويه رقص، لكن مش هو المشهد الرقص الرئيسي، يعني ما عنديش مشهد رقص رئيسي. في حين ان مدام منى زكي مثلا عندها مشهد رأس من اوله لاخره اللي هو مشهد الحلم، ده مشهد رأس، لكن انا عندي ثلاث مشاهد، الثلاث مشاهد فيهم حدث درامي مؤثر جدا اللي هو موت الزعيم جمال عبد الناصر. نعم. والمشهدين التانيين مشهد المنافسه بيني وبين منى، وده كان مشهد درامي يتخلله رأس، نفس الحكايه. نعم. فانا ما عنديش مشاهد رأس، وما عنديش بدل رأس مكشوفه، مش زي بدل زمان خالص اللي كانت مكشوفه جدا عن كده، ومع ذلك كنا بنشوفها في التلفزيون. صحيح هو كان بيبقى فيلم سينمائي، لكن كان بيتعرض في التلفزيون ابيض واسود، وكنا بنشوف فيه رقص وما كناش بنتضايق. طيب اشمعنى دلوقتي ما بقناش متعودين ان احنا نشوف الرقص؟ يعني احنا عندنا الان كمان في مشكله في الصوره، بنحاول على حل. مجرد تعود يعني مش اكتر. طيب وصلت فكرتك. أوكي. خليني أنقلك على سبع أرواح سريعا عشان نتكلم عنه. سبع أرواح على الرغم من أنه عمل جميل، يعني أنا شخصيا بتابعه، سبع أرواح ما أخذ حقه في الترويج، هل أنت كمان شعرتي بهذا الشيء ولا لا؟ وأعود وأذكر أنه إحنا عندنا بس مشكلة الآن في الصورة، لكن صوتك معنا وبنحاول نحل المشكلة. طب يعني أرد ولا أستنى لغاية لا تفضلي. أوكي.
فعلا يمكن السبع أرواح ما خدش نفس صدى لنجاح أفراح القبة، لأنه ممكن أنه تزامن في وجود مسلسلين تانيين شبيهين بمسلسل السبع أرواح شوية من ناحية أنه مسلسلات أكشن فيها الأكشن عالي شوية والسسبنس، فممكن يبقى في مسلسلين أو ثلاثة غيرنا غير السبع أرواح، فاحنا شبه بعض شويه في الحته دي. في حين ان افراح الاب مثلا هو مسلسل منفرد تماما في منطقه لوحده خالص بعيد عن اي منافسه، مش شبه اي حاجه تاني، فيمكن عشان كده ما خدش نفس صدى النجاح يعني. ايوه. طب كمان يا رانيا، انت في صفحتك الرسميه على فيسبوك اللي هي موثقه مكتوب تاريخ ميلادك اللي هو 1 ديسمبر 1973، انت ما بتنزعجي من ذكر اي ما بتنزعجي من ذكر عمرك عكس الممثلات يعني او عكس الستات بشكل عام؟ بالعكس، انا بحس انه العمر بالنسبه لي مجرد رقم فعلا، لكن انا حاسه انه العمر ده الواحد اتعلم فيه حاجات كتير مش معداش بالساهل، بيشكلني انا شخصيا كرانيا. وبعدين انا فخوره انه انا مش متضايقه من الموضوع ده، بالعكس انا حاسه ان انا مختلفه زي ما انت قلتي، ان انا فعلا ما بتضايقش. وبعدين طول ما انا محتفظه في شكلي وبروحي فمش فارق معايا بقى الرقم، مجرد رقم يعني. طب والله ما شاء الله ممتاز هذا الموضوع والصورة رجعت الآن، على ذكر أنك أنت بتقولي أنه أنا شكلي وما إلى ذلك بان الآن كمان شكلك على الشاشة. هل في أي شيء نصيحة للحفاظ على الشكل تتبعيها أنت سريعا؟ الرضا عن النفس، الواحد يبقى راضي عن نفسه بجد ومتصالح قوي مع نفسه وباصص في ورقته زي ما بيقولوا، او يعني باصص في حياته هو بس مش باصص في حياه اي حد تاني، ده بيريح كتير وبيشيل من الهم اللي بيبان على الوش كتير، وما يشيلش هم بكره يسيبها على الله، كل حاجه على الله بتمشي. جميل، وعلى هذه النصيحه احنا بنشكرك على وجودك معنا، كانت معنا الفنانه المصريه رانيا. طب انا عايز اسالك بقى انت سؤال، انت تديني كم سنه؟ أنا أديكي 20 سنة، ما تعديهم ولا يوم كمان يا حبيبتي. بس على أدائك التمثيلي على أدائك وفنك التمثيل صراحة أديكي عمر كبير، كأنه عندك سنين خبرة فعلا. سبع أرواح مسلسل جميل وأفراح القبة كذلك. اتفرجي وقولي لي رأيك بعد كده. شكرا لك يا رانيا، كل سنة وأنتم طيبين، رمضان.